لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا وشباب. النهاردة حبايب قلبي هنعمل وصفة جميلة جدا، الوصفة دي تنفع لكل اللي بيتابعوني إن شاء الله شباب وبنات بإذن الله تعجبكم. وصفة بمكونات طبيعية ان شاء الله فعالة، كل المكونات بإذن الله طبيعية من الطبيعة وغير مكلفة خالص. يلا خليكم عزيزي عشان تعرفوا انا عملت الوصفة دي ازاي. ان شاء الله بإذن الله بتنسف الكرش وبتخسس الوزن وكمان بتخسس الارداف. يلا بينا نقول مكونات الوصفة بتاعتنا، خليكم عزيزي اوعى تروحوا بعيد. اول مكون هيحتاجه معايا النهارده هو قشور البرتقال. هتجيبي برتقانه وهتغسليها كويس جدا وهنبشرها في المبشره بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. انا بشرتها واخدت المبشور بتاعها بالشكل ده. تاني مكون هحتاجه معايا هو قشور الليمون. هناخد ليمونة برضو وهنبشر القشر بتاعها في المبشرة بتاعتها علشان نحصل على مبشور الليمون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنحتاج معلقتين من القرفة او الدارسين، طبعا كلنا عارفين القرفة والدارسين وده بيكون شكلها. ومعلقتين من الزنجبيل، ممكن تجيب الزنجبيل الفريش او الزنجبيل الناشف اللي احنا شايفينه ده، بتجيبيه من عند العطار. اخر مكون احتاجه معايا هو نص معلقة فقط من الكركم. دلوقتي هبدأ اضيف كل المكونات اللي انا قلتها معاكم. دلوقتي اول مكون هضيفه هو الزنجبيل. هبدأ اضيف الزنجبيل في الطبق بتاعي وهنضيف معلقتين القرفة وكمان هضيف نص معلقة الكركم وقشور الليمون اللي انا بشرتها واخر مكون معايا قشور البرتقال. كده انا ضفت كل المكونات بتاعتي في الطبق ده. هبدأ اقلبها طبعا كويس جدا عشان امزج المكونات كلها ببعض. زي ما احنا شايفين كده انا قلبتها بقت معايا بالشكل ده. دلوقتي انا المكونات دي كلها هعمل بيها ايه؟ هجيب علبة وهعبيها فيها، اي علبة بالشكل ده او برطمان يكون بغطاء، اهم حاجة يكون غطاء محكم. وهضيف الخلطة اللي انا عملتها ديت كلها وهقفل عليها في العلبة دي. بقت الخلطة بتاعتي اللي انا هستخدمها يا بنات يوميا. هستخدمها ازاي؟ كل يوم هاخد ربع معلقة من الخلطة اللي انا عملتها دي على كوب واحد من المية بالشكل ده. ادي ربع معلقة او نص معلقة، يعني لو انتي معلقتك صغيرة خدي نص معلقة، لو معلقة كبيرة خدي ربع معلقة، وهضيفها على الكوب بتاعي بالشكل ده. وتكون المية يدوب دافية بس، مش سخنة قوي ولا باردة قوي. مع التقليب نقلب المكونات كده في الكوب بتاعي. هسيبها 5 دقايق منقوعة بس في الكوب ده، وهبدأ أتناول المشروب ده كل يوم إن شاء الله. لو حبيتي تشربيه قبل الفطار أو حبيتي تشربيه قبل النوم إن شاء الله بيجيب نتائج رائعة جدا، وخصوصا قبل الفطار بنص ساعة. تناول المشروب ده يوميا وهتشوفي نتائج جميلة جدا جدا في التخسيس. ان شاء الله بينزل الوزن وبيخسس الكرش والبطن والارداف. اما الكمية بقى اللي احنا عملناها هنحطها في العلبة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، وهنقفلها كده وهنشيلها في التلاجة. كل يوم هتاخدي ربع معلقة واحدة بس من الوصفة بتاعتنا دي على الكوب المية وتشربيها الصبح وبالليل لو عايزة تخسيس سريع، بتجيب نتائج ممتازة جدا جدا يا بنات. حبيب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، وصفة سهلة وجميلة جدا، ان شاء الله بإذن الله تكون فعالة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.